le défi. مجموعة من الأسئلة حضرهمنا زميلنا محمد السعيدي متربص معنا أو الميكرو. شكرتك راني مبكري ورد ميرسي على كل مرحبا بك مرحبا أول ميكرو لي كيفاش لقيت وقت سافا؟ والله سافا ميرسي إسلام على الفرصة هذيا وفرحان برشا لي حتى أنا فرحان بديع عليك مجموعة من الأسئلة في الثقافة الرياضية بيني انا وياك هكا باش نختبر لكم الاثنين زوز قامات يظهر لي كبيره انا هو قام انا ما ماهيش قام في الاعلام دونك نحاولوا خمسه اسئله خمسه اسئله وبعد كان هو عنده التزامات خاطر اوكي لو كان تعادل نفصلوه اوكي في صافي صافي دونك باش نبداو بالاسئله سهله شويه يعني نجم نقولوا شكون اول فريق احرز كاس العالم في اول نسخه يعني اوروغواي اوروغواي بدنا نمشي مش اصلا لو قالك نشوف الاسرع ولا كيفاش باهي باهي واحد ولا سؤال سؤال واحد بلاش ليك انت باهي تو نسلك انت سليم معنا باهي بعد نشوف كيكا لا عاد لا كيكا باهي من الاسرع سؤال الاسرع اسرع من كان الاسرع من كان الاسرع ما يسالش باهي شنو اول دوله عربيه شاركت في كاس العالم؟ مصر 34 صحيح اثنين بلاش باهي شكون كان اكبر شكون اكبر لاعب شارك في تاريخ كاس العالم الحضري الحضري عصام الحضري اي 42 ولا 43 العمر بالضبط لا نسيت 42 شويه مات عندك فرصه يا سلام 41 لا 45 سنه اكتسحتني كاس العالم 2018 روسيا باهي شكون هدف تاريخي للدوري التونسي للدوري التونسي اي الدوري التونسي ككل يعني مش شقرون جديدي شو اسمه تلمساني يا عبد المجيد لا مالا شكون يا ربي سن باهي سهل لنا مانا جماعه سهل لكم شويه نتاع الكلوب شو اسمه جديدي لا مش جديدي سميتو جديدي قال لي البياري علاش قلت لك اعطينا 3-1 ب 116 هدف خلي العباد تعرف 116 حلو 117 وبعده شقرونه ب 116 اي هذاك علاش نذكر شقرون خاطر كان هداف المنتخب صحيح الفرق ما بيناتهم بونتو بركه يعني مش برشا بونتو شرف بونتو الهداف التاريخي للدوري التونسي في موسم واحد عبد المجيد تلمساني صحيح 32 ولا 33 ما شاء الله ما نكملش معاك كملوا زوز اسئله كملوا كملوا شكون اكثر فريق عجبتك انا في بالي عندك شكون اكثر فريق انهى حاب نكملوها للخمسه هكا شكون اكثر فريق انهى موسم البطوله بطل بدون هزيمه ترجي اي المواسم ترى في التسعينات يظهر لي مره انا موسم 41 42 في التسعينات نتذكر فما اما جاوبت انا قبلك اي مسالش اخويا مسالش شكون توا معناها ربحت هذه مازال واحد انا مسالش اعطيه هذه هديه من عندي اربعة انا قبلك 4-2 خلينا نرجع للفار نرجع نفكر على المواسم اللي ربحوا فيها يعني ربح فيها ترجي هي 41 42 و 98 99 99 2000 هذوما ثلاثة مواسم ربح فيهم الترجي يعني دون هزيمة لعب أكثر تتويجا بلقب بطولة في تونس شماب طارق ذياب صحيح لك لا 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 نبيل معلول هما زوز لاعبين من نفس الفريق خلينا نسهل لكم شوية نبيل معز بن شريفية لا شو اسمه خالد بن يحيى خالد بن يحيى وش اسمه الاخر اللي معاه طارق لا طارق ثابت طارق ثابت فوالا تسعة ألقاب اي هو جاي خالد باكا اي هو كش عاد احسب لي النص نص واضح أربعة ونص قداش وصلنا تو خويا اكتساح حاصل هزيت مع زوز كاو به به على الاخر يعني هاكم ما تقولوش انترناسيونال انترناسيونال ولوكال هاكا ما شاء الله ضم يعني وفيهم حاجات ريت علاش ميزه الكراسه نرجع نحكي الكراسه فما حاجات من سالهم تو كيما ما جيت تلمساني بو زياد اللي نحييه زاد كيف كنت نكتب لي نوت لي ستاتيستيك هيستوريك نتاع الشامبيونا معناها باش نوريك واحد كي كان مغروم يولي يعمل حاجات كانت هذه شكرا لك يا محمد ميرسي بالتوفيق خويا في مسيرك بالتوفيق كانت هذه لو ديفي